أحسن الله إليك يا شيخ. علي من بيشة معنا على الخط، تفضل يا علي. علي مساك الله بالخير يا شيخ. نعم معك. تفضل. عندي سؤال. تفضل. عندي سؤال يا شيخ عن الأذكار. من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله 100 مرة في اليوم، هل يتضاعف له الإجار إلى الأجر لمن يدبلها مرة مرتين؟ طيب شكرا. إذا كان يريد الثواب يأتي بما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوع الذكر ومن العدد أيضا، لأن هذا هو العمل بالسنة، وإذا زاد على ذلك فلا بأس، لكن الأفضل هو أن يتقيد بما ورد عددا وصيغة. نعم.